الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سعداء أن نستأنف أشغال صالون أمجد الأدبي في رحاب صالون أستاذ إبراهيم الذي نكرر مجددا الشكر له لهذه البادرة الجميلة ديال فتح البيت لاستضافة هذه اللقاءات الأدبية والفنية والثقافية. لنستأنف اليوم في النسخة رقم 15 أزول الذي دون الأستاذ أمجد مدير الصالون الأدبي حماس مدينة زكان. نحن الآن في الصالون الأدبي في نسخته 15 بعنوان تسويق المنتوج الثقافي، ولأجل هذا الغرض فقد استمعنا إلى ندوة شارك فيها الدكتور بالحليمة مدير مركز سوس للتنمية، والأستاذ عز الدين بنيت أستاذ بالجامعة وباحث في الثقافة والتراث، وكذلك السي عبد الله بودرار عن مديرية الثقافة بالجهة عندنا هنا بجهة سوس مسا. على كل حال الأجواء كانت أجواء بالطبع غنية جدا، وكان التحليل فائض وفي المستوى الذي كنا نتوقعه بل أكثر مما كنا نتوقعه، والحضور بالطبع فهو حضور من فنانين سينمائيين مسرحيين مخرجين، وكذلك من الأكاديميين أساتذة، ولن أنسى أن أنوه كذلك بعميد كلية اللغات والفنون الذي أبى إلا أن يحضر معنا، وأظن بأن إن شاء الله بعد كأس الشاي، لأن الأجواء ترون بأنها ملتهبة نوعا ما، ستكون المداخلات إن شاء الله. أزول بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سعيد جدا بالحضور اليوم في مدينة إنزغان بصالون أمجاد الأدبي من أجل المساهمة في مناقشة موضوع تسويق المنتوج الثقافي، وهي مناسبة طيبة جمعت العديد من وجوه من المثقفين والفنانين بمدينة إنزغان الناهضة، وهي كذلك مناسبة لمناقشة بعض جوانب هذه الإشكالية للتسويق التي ليست بسهلة، خصوصا عندما تنطبق على قطاع الثقافي الذي عادة ما يكون يعني له علاقة بنوع من ذاكرة الأمكنة، وكذلك علاقة بإبداعات الفنانين، وكذلك أيضا أعمال مختلف المفكرين. فمسألة الحديث عن التسويق في هذه الحالة قد يعتبر مسا بهذه القيمة الاعتبارية لهذه الإبداعات، ولكن مع ذلك نحن حاولنا أن نتجاوز هذا المعطى بالحديث عن ظاهرة اليوم تعم العالم وقد تعود بالنفع على الفضاءات وعلى المجالات الترابية. وفي هذا الأطار يمكن أن نعتبر أن مدينة إنزغان هي نموذج للتسويق على إذا اعتبرنا غنى الثقافي، وإذا اعتبرنا كذلك مختلف الفعاليات الثقافية التي تنشطها، ثم أيضا إذا اعتبرنا أنها بؤرة اقتصادية مهمة جدا تعرف أيضا نشاطا ثقافيا مكثفا، وفي هذه الحالة وما هناك شروط متوفرة من أجل الشروع في هذا المشروع الثقافي الهام بتوفر جامعة هنا في إنزغان وفي آية ملول يعني في العمالة، وتوفر كذلك مجموعة من الفعاليات الثقافية وكذلك الجمعيات والعديد من المودعين. إذن مجددا أشكر الإخوة في الصالون الأدبي وعلى رأسهم السي إبراهيم أمجد على هذه الاستضافة، وهذه كما قلت فرصة لصلة الرحم
مع الإخوان وأيضا فرصة لتدشين موسم ثقافي جديد نتمنى أن يكون غنيا إن شاء الله على المدى القريب. وشكرا لكم. تحية لصالون أمجد، هذا الحدث والملتقى الثقافي والفضاء الثقافي الحميمي الذي ينعقد يعني سنويا، واليوم هذه الدورة 15 ديالو في بيت الأستاذ إبراهيم أمجد بتضافر يعني الجهود وتضافر الطاقات والإرادات ديال واحد مجموعة المثقفين لمدينة إنزكان من مختلف الآفاق ومن مختلف المشارب المهنية لكي يجتمعوا دائما في هذا الصالون من أجل التبادل ومن أجل إغناء تجاربهم ومن أجل التفكير ثقافيا في مدينتهم مدينة إنزكان. فهذه واحد الفضاء، واحد الآلية، واحد المؤسسة هي جديرة بأن نحييها تحية حارة جدا، ونعتبرها من بين يعني المؤسسات ولا المواعيد التي تشكل روح مدينة إنزكان. فتحية لصالون أمجد وتحية له أيضا على اختياره لهذا السنة لهذا المحور، وهو محور التسويق الثقافي اللي كيختاروا من بعد ظروف الجائحة ومن بعد الهشاشة اللي بينت عليها الجائحة فيما يخص المجال الثقافي والقطاع الثقافي، ولا خص سيما فيما يتعلق بالعاملين في هذا القطاع بفناني الفنون الحية. ف يعني التركيز على هذا المحور هذا هو تنعتبره شيء موفق جدا، لأنه كيفتح آفاق جديدة لكيفية التعامل مع صالون مع المنتجات الثقافية في ظل ما بعد الجائحة. تحية لكم.